جب بتخافي الوقت والله ما في وقت والله العظيم. خليكم معي. طبعا هاي السلسله المميز بهي السلسله انها بتبدا من الواحد وهذا شيء كثير مهم والفرق بيناتهم مش قد واحد وبالتالي بطبق القانون اللي اخذناه الدرس الماضي اللي هو ان في ان زائد واحد على اثنين صحيح شو تساوي 25 ضرب 26 على 2 26 تقسيم 2 13 شو بيعطيني هون بيعطيني 325 تقريبا صح. السؤال الثاني هنحل الصفحه الرابعه هلا انت حلتيه اصلا 2 زائد 4 زائد 6 زائد هيك لعندك 30 صح. شوف ايوه هاي دالي عفوا سلسله اعداد الزوجيه المهم انك تبدا منين لازم تلاحظ ما تبدا من الاربعه او بالسته بتبدا من الاثنين صح. طيب القانون تبع شو هو ان في ان زائد واحد بس السؤال شو هي ان هذا دائما حسب القانون هو 2 ان صح معناته انش قد 15 معناته هون صار عندي 15 ضرب 16 بتعطيني 150 زائد 90 200 هلا واضح بالنظر اي صح مشان يعني نعرف اي قانون بدنا نطبق تمام. في طريقه ثانيه للحل شوف شو بنعمل بنطالع اثنين ايوه في كمان اذا بس انا شو طالع اثنين عامل مشترك شو بضل هون واحد زائد اثنين زائد ثلاثه زائد هيك زائد شقد زائد 15 صارت تشبه سلسله عاديه الفرق بيناتهم واحد تضرب الجواب باثنين صح. او اذا بدك مثل ما حكى مروان شو بتعمل تقول الحد الاخير ناقص الحد الاول على الفرق بيناتهم زائد واحد ضرب الحد الاخير زائد الحد الاول على اثنين هذا قانون تمام هذا قانون. السؤال الثالث السؤال الثالث خليك معي شد الزياده هون فما في نطبق القوانين الشهيره شو بدي اعمل طبق القانون الاساسي الحد الاخير ناقص الحد الاول تقسيم ايش قد تقسيم 4 اللي هو الفرق زائد 1 ضرب الحد الاخير زائد الحد الاول تقسيم ايش قد تقسيم 2 صحيح 21 ناقص 21 تقسيم 4 تقسيم 4 5 زائد 1 6 22 تقسيم 2 11 بيعطيني 66 بس انا هيك القانون هيك يعني الفرق بيناتهم لك على تقسيم الفرق بيناتهم تمام السؤال الرابع الواحد خمسة أربعة يعني أي الفرق بيناتهم تمام والزائد واحد ليش اثنين كمان قانون الحد الأخير زائد الحد الأول اثنين شوف التمرين الرابع يعتبر من التمارين السهلة ليش لأنه 82 ناقص لأنه هون دائما الفرع بيكون ثابت شوف شو الفرق شد فرق من هون لهون ناقص أربعة من هون لهون ناقص أربعة شوف شو عم بيروح شوف شو عم هذا كتير مهم عم بيروح الموجب مع السالب الموجب مع السالب الموجب مع السالب مع تمين عم بيضل هذا الموجب ما عم بيروح مع حد بعده تمام بدك تنتبه لهذا الموضوع هلا الموضوع اللي بيهمني أنا إنه كام ناقص أربعة عندي كل اثنين مع بعض شو عم يعطوني ناقص أربعة وحدة فلحتى أعرف كام ناقص أربعة عندي راح أقول 86 ناقص شاد 86 ناقص 10 على 4 زائد شاد شو بيساوي 86 ناقص 10 76 على 4 19 زائد 1 20 صح شوف معناته أنا عندي هون أنا عندي هون خليكم معي عندي كم عدد من هدول الأعداد عندي كم عدد بغض النظر عن الإشارة شوف أنا أنا هون أهملت الإشارة 20 عدد يعني كم ناقص 4 10 يعني 10 ضرب ناقص 4 شو بيعطيني ناقص 40 معناته هدول كلهم شو قد مجموعهم ناقص 40 بس شو ضايف لهم 90 شو قد صاروا 50 هذا السؤال هذا السؤال الرابع تمام طبعا في مثله صفحات اللي بعد راح احل لكم اياهم كمان ان شاء الله صفحة 100 200 وثمان وأربعة وثمان بتفرق ليش؟ 284 لا 84 بعدين يلا أو بي وجي لوين بينتموا؟
لزد السائل تمام، هاي موضوع مهم. آه لا يساوي بي، لا يساوي جي. طبعا ناقشنا مثلا إذا تتذكروا الدرس الماضي بده ماكس الاثنين آ زائد بي زائد أربعة جي. خليك معي بعد إذنك. على اعتبار أنه آه لا تساوي بي لا تساوي جي، فأنا ما فيني أخذ نفس القيم. والشغل الثاني اتفقنا أنه السالب هو السالب ماكس هو نفسه الموجب مينيموم نفس الشيء، فراح أخذ أول شيء راح أخذ الموجب، يعني أنسى أنه في سالب، فببحث عن الكبير. مين الكبير هو؟ الأربعة. هذا بنضرب بمين؟ بنضرب بواحد، يعني الجي واحد صح؟ يعني بصير أربعة ضرب واحد. اللي بعده هاد شو بياخذ قيمة؟ اثنين ضرب اثنين. هذا اللي بعده شو بياخذ قيمة؟ ثلاثة. شو بصير مجموعه؟ سبعة 11. هذا 11، هذا المينيموم في الموجب، شو بيكون بالسالب؟ ناقص 11 ماكسيموم. برجع بعيد مرة ثانية. زائد عفوا زد السالب هو نفسه، حط هون موجب وبصير هون مينيموم، بعدين برجع بغير الإشارة مشان سهل علي التمرين، ما في مشاكل. دائما لحتى أوجد المينيموم بختار أصل أكبر واحد فيهم، يعني أكبر أمثال اللي هي الأربعة، وبضربه مش قد بأصغر عدد. أنا ممكن أخذ موجب من هو أصغر عدد الواحد، بضربه بأكبر شيء اللي هو أربعة، اللي بعد الواحد اثنين، اللي بعد اثنين ثلاثة. لو كان عندي آ تساوي ب تساوي جي، شو بأخذ هاي؟ بأخذهم كلهم واحدات صحيح؟ السؤال السادس، آ و ب و جي تنتمي إلى زد الموجبة، 3 آ تساوي 4 ب و 6 ب شو تساوي؟ 5 جي. أوجد مينيموم آ زائد ب زائد جي. واضح جدا إنه البي مشتركة وبالتالي بجوز تعمل لي مشاكل صح؟ طيب الآ على ب شلون تنكتب؟ الآ على ب هي 4 على 3. طيب البي على جي 5 على 6. البي هم من مضاعفات الثلاثة والبي هم من مضاعفات الخمسة، معناتها تنضرب بشقد؟ تنضرب بخمسة. شو بتصير؟ 20 على 15. وهي شو بتصير؟ 15 على 18 صح؟ معناتها أصغر قيمة ممكن أخذها لأش قد؟ 20. أصغر قيمة لبي 15. أصغر قيمة لجي 18. شو بتعمل جمعنا هذول؟ شيء 43 53. شو؟ لو كان الماكس، لو كان ماكس مليون يعني ملايين. يعني الرقم اللي طلع معنا ده هو اقل حد. انا بقدر شوف بالاعداد الموجبه بقدر اعرف المينيموم، ما بقدر اعرف الماكسيموم. شو المينيموم؟ واحد واثنين وثلاثه اصغر شيء، بس ما بقدر اعرف الماكسيموم. من نبدا اعرف شو هو اكبر عدد؟ وبالسالب شو بقدر اعرف؟ الماكسيموم. ما فيني اعرف المينيموم. لازم اوجد مشترك. انتبه اذا ما وجدت المشترك بصير مشكله يعني. هي لكن لازم تشوف هذا مشترك البي. هلا انا فيني اقول انه البي من مضاعفات شقد مثلا، لو ما في هذا اصغر قيمه لبي شقد؟ 3. واصغر قيمه لا كل براءه بس يعني هون بي من مضاعفات الثلاثه هي بصراحه، ومن قوام مضاعفات الاربعه. اصغر مضاعف للثلاثه مين هو؟ 3. بس صار عندي شرط جديد، معناته ما عاد فيني اخذ اصغر مضاعف اللي هو 3، لازم اخذ مضاعف المشترك للثلاثة والخمسة. مين هو؟ 15. السؤال السابع، 8 فاكتوريال ضرب 13 فاكتوريال على 14 فاكتوريال ضرب 7 فاكتوريال. 13 فاكتوريال و 14 فاكتوريال شو بيعطوني هون؟ 14. 8 فاكتوريال و 7 فاكتوريال شو بيعطوني هون؟ 8، يعني 4 على آخر تمرين جميل. مين ما حليتها بسرعة؟ هو اللي 14 و13 بيروحوا مع بعض، شو بيعطوني تحت؟ 14. منين 14 فاكتوريال؟ هي 14 ضرب 13 فاكتوريال صح؟ 14 مين هي؟ 13 بيروح مع 13، شو بضل؟ ليك دائما 15 فاكتوريال على 14 فاكتوريال شو بتعطي؟ 15. طلعت الأكواد. إيه أوكي. آخر واحد مين حله؟ انت مين حلتي؟ هذه ما حلته. اكس فاكتوريال عفوا لكن اذا جاك 13 فاكتوريال اخترع قاعدته الخاصه فيه. خلص تركوا شو. لا يعني طب لو جينا مثلا 15 على 13 هيك 15. لا ان شاء الله. لا والله صح. لا 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 انا خدت القاعده اذا 13 13 14 14 15 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
لا 20 فاكتوريال على 15 فاكتوريال شو بتعطي؟ لا انت اللي انت انت جاوبني شو بتعطي؟ ما انا 16 من الاستاذ بالله صح 20 ضرب 19 ضرب 18 ضرب 17 ضرب 16 يعني ضل عم بضرب لحتى توصل 15 تمام بعدين استخدم هذا ايش ايش عارف لما توصل الفاكتوريال يا محمد 18 فاكتوريال على 15 فاكتوريال شو بتعمل تقول هي 18 ضرب 17 ضرب 16 انت غبت ابن الدرس ليش ما حضرت على اليوتيوب ليش ما حضرت ما تجي ليه ما حضرت ما تجي؟ شو تستفيد من حضورك إذا ما لك حضرت بس لم تكن؟ يلا خليك معي بكل الأحوال. يلا بدي مينيموم إكس زائد واي. يلا شلون بدي أوجد إكس واي هون؟ مين عنده اقتراح؟ طبعا لازم كان هدول وظيفة. لا ما مخمن. اثنين وسبعين. 72 هي 72 72 عامل ايش بتساوي؟ انا 70 في 71 طيب بعدين هذا شو هذا شو هذا هذا مينيموم اي هذا ماكسيموم هذا سؤال الديستكنيك هذا ماكسيموم خليك معي هذا السؤال انسال واحد سنوات ومعك حق ما تعرف بس منيح انك وصلت لهي المرحله في حاجه عندك اقتراح ثاني اكس على واي لا 72 شو هي 72 هي 8 ضرب 9 صح يعني راح احطهم 9 ضرب شاد 9 ضرب 8 وخلي هاي 7 فاكتوريال فالحاله شو بتكون 9 فاكتوريال مو 72 هي 9 ضرب 8 شد بدها 9 و8 حتى توصل عند الواحد بدها 7 فبحط 7 فاكتوريال هلا وقت صارت 7 فاكتوريال ضرب 8 ضرب 9 شو صارت تساوي 9 فاكتوريال معناتها اكس ايش قد 9 واي ايش قد 7 7 ليك قارن بيناتهم صح قارن هون لو شلته حطيت 7 وحطيت 9 الكلام صحيح صحيح وبالتالي شد مجموعهم 16 هذا المينيموم هذا المينيموم الماكسيموم هو الحكا مروان تماما شو قال مروان قال حط هون بدال واي حط 71 فاكتوريال شو بتصير هاي كلها 72 صح من هي 72 فاكتوريال هي 72 ضرب 71 فاكتوريال معناته الاكس ايش قد هون 72 والواي 71 مجموعهم مع بعض ايش قد 143 راح تلاقوه ضمن التمارين موجودين عندكم باحد التمارين هذا الماكس والمينيموم موجود بأي صفحة؟ خلصنا هلا هي الصفحة الجميلة. السؤال بعد التاسع أي والله. وصلنا كتير بقى.